سمعوني عدل، هذا آخر تحذير لكم. إذا بتاكلون بإذن، وإذا بتلعبون هم بإذن، وإذا بتنامون هم بإذن. هذا بيتي وبيت أبوي، لا خلي كلكم يطردكم بالشارع. فاهم يعقوب؟ فاهم حسين؟ فاهم فهد؟ وانتي ما بيسمع صوت عزيز بالبيت، ما بيزعاج. فاهمين؟ يلا روحوا روحوا. ليش تخزوني كذي؟ في شيء يعقوب؟ عدلي عدلي بهالشعر عدلي. ها بنات عبد الغني شربت؟ شيشتوا ريايلكم؟ ارتحتوا؟ اقول كان تبين الطلعه من هالبيت انتوا وياها ما تشوفون شر، باللي ما يحففكم انتوا ريايلكم، لكن على حسابي أنا لا عيوني مش شبوسكم. حبيبتي شمر، سوء الظن مو زين، وعلى قولة أمي الله يرحمها بظنه ما يروح لينا. ويا حلوك وانت تقولين مثال، أقول دوابيركم ولاعيبكم هذه أنا كاشفتها. يلا يلا دارك انت وياها، يلا 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 يلا. زين الله يسلمك، الله الله يطول بعمرك إن شاء الله. أنا بس بروح الطبيب، أنا ما فيني شدة أسوق، بس وصيت ملك تقول حق السايق يوديني ما عليه. خوش والله تقولين حق ملك تقول حق السايق قبل لا تجين وتقولي لي انا عشان اوافق ولا لا؟ طس انت وياها الدار. يلا يلا. انت ايش فيش مخذتنا بالصيحه؟ احنا بيت اهلنا ما حد عاملنا كذي. ها لحظه تعال 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 حبيبتي، ايش قلتي؟ انا ما سمعت عدل، ايش قلتي؟ والله عاد كلام الملوك لا يعاد. لا من الوقت شمور. ان شاء الله تدشين بشبه، امين يا رب. الحين انا صار لي ساعه قاعد الف وادور واكذب عليها عشان تعطينا شقه بعمارتها، انت اللي سويتيه حتى غرفه الحارس ما راح تعطينا، ليش كذي؟ بس انفكني انت وشقتك الله يخليك، احنا بس خلينا نطلع من هالبيت وان شاء الله تنحل، انا ما بقى الا شوي واتوظف تنحل امورنا. لا والله حلو نطلع من هني وتبون اخواني معاها ويقصون عليها وياخذون كل الفلوس، والله ما اخليهم. صدق والله؟ على فكرة ترى انت متناقض حبيبي. ها انت كذي كذي طالع من هالبيت، يعني سواء قعدت عندها ولا طلعت، ليش تبي شقة الحين؟ احنا نشوف شقة. مو يا غبية، ليه عطتني شقة؟ يعني بتعطي اخواني، يعني بنتفرق، يعني اضمن ما حد يدب معاها ويقص عليها وياخذ فلوس كلها. فهمي عاد فهمي. انت هيغرة بالبيت. والله يا اختي متضايقة ولا راضية تاكل ولا تنام ولا تشرب من اللي صار قبل شوي هذا. بوس راس اختي، بوس راس اختي. واخري منك، لا ابي بوسي راسي ولا شيء.
هذه مو أوراقك، مو أوراق وظيفتك. هذه أوراقك، مو أنا اللي متوسطت لك، ماكو وظيفة. إيه لازم حدودك معاي، ها لا أطلع لسانك هذا وقصلت سبعة ولا لا. حبيبتي انت على شنو شايفة عمرك؟ لبسك هذا مني أنا ومن خيري، أكلك من خيري، قعدتك بهالبيت ببيتي أنا، على شنو شايفة عمرك؟ ها انت حمدي ربك أنا ساكتة، والله لا أخليك تكرهين الساعة اللي تزوجتي. إن شاء الله، انت أهم شيء لا تعصبين وما يصير إلا اللي تبينه. إن شاء الله حاضر. أنا بعرف انت على شنو خاطرة عمرك ذبحتينا عشان تشفيس تملكينا، ترى انت ما تملكيني، ها ما تملكيني. انت سكتي ولا كلمة، انت حمدي ربك قاعد عليك ما حق مره فوقك، انت عيال للحين ما يبتي، اهلك ما يبونك ما يحبونك، انت واحد من اهلك ما يطق الباب يزورك، على شنو شايف؟ سكتي عني لا اخليه الحين يطلقك، سامعه ولا لا؟ عيال ازيدك، شفتي البيت هذا كله ترى ما حد يحبك، حتى اخوانك لا يعتبهم منك. عوع عوع بس نوم خلاص بس. هين هين انا علمك، ان ما خليتك تطلبين رضاي، إن ما خليته يتزوج عليك وحدة ويحط على راسك مرة، ما أطلع أنا شمور. إيه إيه يخلي على راسك مرة بدال الوحدة أشهر. إيه شو السالفة؟ أنا أقول لك يا عمري شو السالفة، بنتك هذه داشة علينا بشراع وميداف، تبي تشترينا بفلوسها وعلى كيفك يا ماما. طلقها طلقها. صارت الساعة 3، للحين ما تغدينا، كنا ناطرين عمتي شمور، الكل يدق عليها، جهازها مغلق. ها ما ردت؟ لا ما ردت. حسرت قلبي، أنا قلبي ناقصني، حاسة إن البنية فيها شيء. هسا إن شاء الله فيها شيء ونفتك منها. وي كان زين ونرتاح من شرها. سجلنا هي مسويت لنا مشاكل، بس إن شاء الله تكون بخير. بسم الله، شفيكم خرعتوني؟ أختك شفيها؟ انخطفت؟ أخاف يبون فدية يا جماعة، إحنا بروحنا ما عندنا. أنت شفيك؟ فال الله ولا فالك، اختك طلعت وقاعد ندق عليها ما ترد علينا. ما ادري عنك امه، اكيد قاعد تسمع بلبل الخليج ويانا اي وقت وحيل، حاطه تساينت عادي. والله لا حد طلع لك شيء، لا حد دق عليها. يمه الله يخليك، ترى راسها الكبر بينفجر، ميتين يوه لما تتغدى تكفون حط الغدا. وانت بس هذا همك بطنك؟ ما صدق كلام عاد ترى يعنى، وبعدين ايش دعوه المره تسويها؟ كل مره ما ترد علينا واحنا نقعد ونحاتيها، خلاص خلينا نقوم ناكل. قوموا زحروا، وانتوا ايش حقه قاعدين ما تقومون تنشبون حق ريايلكم؟ مالت عليكم طحطكم. يلا قوموا 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 نشبوا. يلا ما شو مسوي غدا؟ خلنا يا ساعدك يلا حور شو مسوي غدا؟ روح روح روح، بتعرف شنو مسوي. روح يلا فكني يا قوم.